الممثل الفرنسي الأمريكي من أصول مغربية كمال مماد في حوار مكاشفة إنسانية مع أطفال مركز الإيواء وإدماج الأطفال في وضعية صعبة بأكادير، وهو اللقاء الذي أعقب عرض فيلم صمت بصوت عال للتحسيس بخطورة ظاهرة اغتصاب الأطفال. حنا ملي شفنا هذا الفيلم استفدنا شحال من حاجه، ملي الدري خاص بدا الا شاف شي حاجه ولا شي هكا يتصل بالناس ديال ما تقيش ولدي. وراء هذه المبادرة التحسيسية وسط هذه الفئة الهشة جمعية ما تقيش ولدي التي وضعت رهن إشارة هؤلاء الأطفال رقما أخضر من أجل الكشف عن أي محاولة أو إقدام على الاغتصاب يكون ضحيتها الأطفال في وضعية صعبة. الحضور هنا بالنسبة لي يشكل تبادل للتجارب، فأنا أقدم لهؤلاء الأطفال عصارة تجاربي وفي نفس الوقت أستمع لانشغالاتهم. احنا كنستهدفوا هذه الفئة لأن تنعرفوا بأن هذه الفئة هذه كتعيش بدون أسر، إذا هي فئة هشة، فئة يعني سهل أنها تعرض للاعتداء الجنسي، وعندنا نماذج. أطفال في وضعية صعبة في قلب مبادرة تحسيسية من أجل تفادي الأصعب والأخطر ظاهرة الاغتصاب، فحين يجتمع نبل الفن بجدية العمل الجمعوي تكون الرسالة أقوى والاستفادة أقوى.